السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم كل خير، معكم أخوكم سلطان قحطاني من موقع التقنية بالأحدود. اليوم عندنا استعراض للهاتف الصيني المميز. طبعا إحنا زي ما عودناكم نحب نجيب جوالات مميزة ونوريكم كيف قوة هذه الشركات الصينية علشان تعرف أنه في هواتف صينية تستحق الاقتناء. ميزو MX4 Pro هذا الهاتف غير متوفر في السوق السعودي، طبعا في منه 16 و32 و64 جيجا بايت، ولازم تختار السعر المناسب لك لأنه ما في منفذ الذاكرة الخارجية. طبعا هذا الهاتف الصيني اشتغل معي على شريحة STC ويدعم شبكات الجيل الرابع من دون اي مشاكل. قبل ما تشتري اي هاتف صيني تأكد انه يدعم الترددات الموجودة في الدولة اللي انت تعيش فيها، وبعدين تقدر تشتري جوال من عندهم ما عندك اي مشاكل. ننتقل الى التصميم وجودة التصنيع. من الجهة الأمامية الهاتف يذكرني بشكل كبير جدا بما هو موجود في الآيفون 6 والآيفون 6 بلس، ومن الجهة الخلفية يذكرني بما هو موجود في الـ 1M8 أو الـ 1M9. مع ذلك الهاتف يأتي بتصميم وجودة تصنيع ممتازة منحني بشكل ممتاز من الخلف عشان تقدر تمسك الجوال وتتحكم فيه. الإطار مصنوع من المعدن بالكامل، الجهة الخلفية من البلاستيك لكن جودة البلاستيك هنا ممتازة. الجهة الأمامية غوريلا جلاس الجيل الثالث على شاشة مقاس 5.5 إنش، كل هذا في هاتف بسماكة 9 مليمتر ووزن كامل له 158 جرام. من ناحية الأزرار والمنافذ هي كالتالي، من الجهة اليسرى راح تلاحظ أنه في زر تحكم مستوى الصوت، ومن الجهة السفلية مايكرو USB 2.0، سماعة خارجية ومنفذ صغير للميكروفون. من الجهة اليمنى ما راح تلاحظ فيها أي شيء نهائيا. من الجهة العليا راح تشوف منفذ صوتي 3.5 مليمتر، منفذ صغير للميكروفون وزر الطاقة. طبعا هذا الزر صعب الوصول إليه خاصة إذا جيت تبغى تتحكم بالجوال بيد واحدة، ففي خاصية النقر مرتين لإيقاظ الشاشة، انقر مرتين لإطفاء الشاشة. من الجهة الخلفية فإنك راح تلاحظ في 20.7 ميجا بكسل مع فلاش LED ملون. نعم بإمكانك إزالة الغطاء، لكن الشيء المسموح لك الوصول إليه هو شريحة من نوع مايكرو سيم. زي ما ذكرنا لكم في بداية الفيديو إنه ما في منفذ للذاكرة الخارجية، فلازم تختار السعر المناسب لك 16 32 أو 64 جيجا بايت. طبعا البطارية الموجودة هنا برضو غير قابل للإزالة بسعة ضخمة صراحة 3350 ملي امبير. من جهة أمامية راح تشوف الكاميرا بدقة 5 ميجا بكسل وزر وحيد، وهذا الزر يعني لازم أتكلم عنه لأنه له أكثر من وظيفة في وقت واحد. الزر اللي أمامكم هنا زر مسؤول عن القائمة الرئيسية وزر الرجوع إلى القائمة الرئيسية، ما في زر العودة ولا حتى زر الخاص بإدارة المهام. فإذا حبيت تطلع البرامج اللي فتحتها مؤخرا فتسحب من الأسفل إلى الأعلى بهذه الطريقة، وراح تظهر لك هذه البرامج اللي تم فتحها مؤخرا، وهذا شيء غريب. حتى انت لما تدخل على برنامج معين فانت تبغى ترجع فراح يظهر لك زر من نفس الشاشة بهذه الطريقة، او انك تضغط على زر القائمة الرئيسية وهو راح يرجعك الى القائمة الرئيسية. اذا علقت بشكل مطول فانك راح تطفي الشاشة بهذه الطريقة. الزر هذا برضو مسؤول عن تقنية البصمة. التقنية هذه نفس ما هو موجود في الآيفون 6 وبرضه نفس ما هو موجود في الجالكسي 6، بس تعلق على الزر وهو راح يفتح لك الشاشة بشكل سريع. ممكن تستفيد من تقنية البصمة في موضوع تشفير التطبيقات برضه بالذهاب إلى خانة الإعدادات وضبط الإعدادات من أو ضبط تقنية البصمة بالخيارات المتاحة هنا، فأشوفها خيارات كويسة. فتحتاج وقت، نعم تحتاج وقت علشان تتعود على موضوع زر القائمة الرئيسية. هذا فيما يخص بالتصميم وجودة التصنيع. ننتقل إلى الشاشة. بالنسبة للشاشة الخاصة بالميزو MX4 Pro فإن الشاشة تأتي بمقاس 5.5 إنش بدرجة وضوح عالية 1536x2560 بتقنية الـ IPS LCD وبكثافة بكسلات جدا مجنونة لـ 546 بكسل لكل إنش. فالشاشة تأتي من أفضل الشاشات التي تأتي بدقة الكواد HD، ممتازة من ناحية الإضاءة والألوان، ما واجهنا فيها مشاكل نهائيا. من ناحية زوايا الرؤية برضو ممتازة بحكم أنها تدعم تقنية الـ IPS. من ناحية عمق الألوان فهي جيدة، ليست بنفس المستوى الموجود في شاشات الأومليد، لكن برضو يعني ميزو اشتغلت بشكل ممتاز في موضوع الشاشة. ننتقل إلى الأداء والبطارية.
صدق او لا تصدق، الهاتف يستخدم معالج السامسونج اللي هو الاكسينوكس الاوكتاكور بثمانية انوية من نوع اكسينوس 5430 بسرعة 2.0 جيجا هرتز، وايضا بسرعة 1.5 جيجا هرتز بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت. من ناحية التجربة فما لاحظنا اي مشاكل مع الاداء والمهام اليومية، فتح التطبيقات والبرامج والالعاب ما واجهنا فيها مشكلة نهائيا. الالعاب تعمل بطريقة ممتازة جدا، لذلك ما واجهنا فيها مشكلة، بالعكس يعني مثير للاهتمام انه يستخدم معالج سامسونج واللي اثبتت كفاءته مع هذا الهاتف المحمول. راح يكون في حرارة ظاهرة بجانب الكاميرا لكنها غير مزعجة بنفس الوقت. هذا فيما يخص بالاداء. نتكلم عن البطارية شوي، لان البطارية الخاصة بهذا الهاتف المحمول هي جيدة جدا اذا استخدمت الهاتف بمهام اليومية مثل تصفح الانترنت، مثلا مشاهدة الفيديوهات، ما راح يعني يقعد معك يوم ونصف اليوم. لكن لاحظنا في مشكلة بسيطة جدا وهي موضوع استهلاك البطارية بشكل واضح لما تخلي الجوال على وضعية الاستعداد، فانه ينقص بشكل ملحوظ جدا. ما احنا عارفين وش المشكلة فيها، لكن نتمنى من الشركة تحل هذه المشكلة من خلال تحديث بسيط جدا. طبعا شركة ميزو برضو وفرت وضعيات خاصة بالحفاظ على البطارية، في عندك ثلاث وضعيات، البالانس مود، وعندك برضو فيما يخص بالباور سيفينج، فكلها موجودة من خلال الاعدادات. فهذا فيما يخص بما باستهلاك للبطارية والاداء الخاص بهذا الهاتف المحمول. ننتقل الى الكاميرا. الهاتف يأتي بكاميرا خلفية بدقة 20.7 ميجا بكسل مقدمة من قبل شركة سوني بفلاش LED ملون، بإمكانه تصوير فيديو بدقة 4K بسرعة 30 إطار بالثانية، وأيضا 1080p و720 بسرعة 120 إطار بالثانية. أما الكاميرا الأمامية هي بدقة 5 ميجا بكسل، بإمكانها أيضا تصوير فيديو بدقة 1080p بسرعة 30 إطار بالثانية. تطبيق الكاميرا جدا بسيط، بإمكانك استخدامه من دون اي مشاكل، يعني موضوع انك تتعود عليه فمو بصعب ابدا، مو بصعب. فكل عليك انك تفهم الواجهة هذه، لانه هذه الخيار على طول راح يوجهك الى التصوير بضبط الاعدادات بشكل تلقائي. فهذا المانوال راح يوفر لك اعدادات في موضوع التحكم بحساسية الضوء وموازنة اللون الابيض، فممكن تتحكم بالايزو، ما عندك مشكلة في الموضوع. تقدر تنتقل ما بين كل وضعية ووضعية، البيوتي وأيضا البانوراما وغيرها وغيرها الكثير من الخيارات. ممكن تروح للإعدادات وتختار الدقة اللي أنت تبغاها من الصور أو الفيديوهات، اختار مثلا دقة 5 ميجا بكسل أو دقة 4K، يعني في كثير من الخيارات اللي بإمكانك اختيارها مع كاميرا هذا الهاتف المحمول. أمانة من ناحية جودة الصور والفيديوهات، فخليني أقول لك ذو بصراحة، إذا كان إضاءة جدا ممتازة فالصور راح تعجبك وبشكل ممتاز، لكن بمجرد ما تصور في الإضاءة الضعيفة فإنه للأسف كمية التشويش فراح تكون واضحة. لاحظنا بشكل غريب جدا أنه فيه بطء في التقاط الصور، وذلك او السبب الظاهر للفوكس مو سريع، ما لاحظنا انه بالسرعة عالية جدا مقارنة بعدد من الهواتف المحمولة، على الرغم انه يحمل معالج ممتاز، لكن ماني عارف وين المشكلة. لاحظ انه ياخذ وقت علشان تقدر تاخذ صورة للشيء الظاهر امامك. فهذا فيما يخص بالكاميرا. ننتقل الى النظام. الهاتف يأتي من نظام الأندرويد 4.4.4 المعروف باسم الكيت كات مع واجهة فليم النسخة الرابعة. للأسف الهاتف لم يتم تحديثه إلى الآن إلى نسخة الأندرويد لولي بوب، واللي تقدم خيارات أكثر مقارنة بموجود في نسخة الكيت كات. فليم النسخة الرابعة زي أي واجهة صينية تعتمد بشكل كبير جدا على تعديل الواجهة بشكل كامل، لدرجة أنه ما في صفحة للتطبيقات. بالنسبة لهذه الواجهة فهي متأثرة بشكل كبير
جديد ما موجود في الاي او اس. فخليني اوريك وش جديد. اذا سحبت من الاعلى الى الاسفل فانك راح تلاحظ ايقونات للتحكم بادوات الاتصال. اذا سحبت مره ثانيه للاسفل فانه راح يوفر لك خيارات اكثر برضو بجانب نظام التنبيهات. والشيء اللي عجبني انه في امكانيه التحكم بعدد من الايقونات من دون الحاجه الذهاب الى الاعدادات مثل الوايرلس او مثل الاضاءه وغيرها من هذه الخيارات. فحركه جميله. اذا سحبت من الاسفل الى الاعلى فانه راح يوصلك الى ايقونات الخاصه بالتطبيقات اللي تم فتحها مؤخرا، على عكس ما راينا في نظام الاندرويد واللي قدمها لك على شكل بطاقات او بشكل بطاقات نفس ما راينا في الاندرويد 4.4 او حتى فيما موجود في الاندرويد اللالي بوب. هذه الواجهه الرئيسيه تحتاج ترتيب التطبيقات علشان تقدر توصل الى التطبيقات اللي انت تبغاها بشكل سريع. حتى صفحه الاعدادات غيروها من ناحيه التصميم والخيارات، فهذه الايقونات هي راح توصلك الى كل صفحه معينه. فعلى سبيل المثال اول واحده راح توصلك الى ثيمز، لكن هذه الثيمات تاتي بالتصميم او بما يخص بالمحتويات الصينيه. فهنا برضو تسجل في حساب فليم، عندك الوايرلس، عندك البلوتوث، وعندك الصوت، فعندك كثير كثير من الخيارات اللي بامكانك تتحكم فيها. طبعا اذا وصلت الى شاشه القفل ففي خيار برضو موجود، اضغط مرتين فبإمكانك الوصول إلى برنامج مشغل الموسيقى أو طفى مرة ثانية واسحب من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين عفوا علشان تقدر توصل إلى بعض البرامج اللي بإمكانك فتحها بشكل سريع. فإذا كنت في القفل في شاشة القفل الرئيسية سوى هذه الطريقة فإنه راح يفتح لك تطبيق الكاميرا، فبإمكانك تغيير هذا التطبيق إلى تطبيق آخر تشوفه أنه فعلا أهم من ما هو موجود في تطبيق الكاميرا. تطبيق الملاحظات موجود هنا، عندك السيكوريتي نظام الحماية واللي يوفر لك حماية أكثر في توفير مساحة تخزينية إضافية ومسح الملفات يعني اللي ما أنت بحاجة لها مثلا، أو الفيروس كان أنه يحمي جوالك من الملفات الخبيثة والفيروسات. فزي ما تعودنا مع أي هاتف صيني يقدم لك خدمات كاملة، ريكوردر، داونلود، أبجريد، تيبس، نصائح، فبرامج خاصة بالإيميل، مشغل الموسيقى، مشغل الفيديوهات. فزي ما أنتم ملاحظين ومركزين وبشكل كبير على موضوع الآي أو إس، فأشوفها كويسة. بنفس الوقت أنه كنت أتمنى أن يكون في صفحة خاصة بالتطبيقات. هذا فيما يخص بميزو MX4 Pro، هاتف مثير للاهتمام، يقدم لك التصميم، وجود تصنيع ممتازة، الشاشة رائعة رائعة جدا، البطارية جيدة جدا، لكن محتاجين يحلون موضوع استهلاك البطارية بشكل غير مقبول في وضعية الاستعداد. ما في منفذ ذاكرة خارجية، لذلك انتبه في هذه النقطة. والكاميرا جيدة جدا من ناحية التصوير في إضاءة ممتازة، لكن ليس في الإضاءة الضعيفة. وأخيرا وليس آخرا يجب تحديث الهاتف إلى نسخة الأندرويد لوليبوب. شوفكم آخر إن شاء الله، مع ألف سلامة.